صباح الخير، حلقة جديدة من أخبار الصباح ليوم السبت 19 آذار. تكريم للفنان أحمد قعبور بمبادرة من الأوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق عربية. تقرير مع حفل توقيع كتاب لجاد خوري ومبادرة فنية الهدف منها إنساني من نادي اليخوت بالزيتونة باي وغيرها من التقارير. أما ضيوفنا لليوم فهني أنطوانيت بوش برايل مديرة أتيتود لنحكي معها عن يوم ثقافي فني رح تشهد منطقة الصيف اليوم، بالإضافة إلى الدكتور خالد مرعب رئيس قسم التاريخ بالجامعة اللبنانية الفرع الثالث لنحكي معه عن مؤتمر بيتطرق إلى إشكالية كتابة تاريخ موحد للبنان. ولكن قبل ما نطلع على تفاصيل الحلقة، بداية حلقتنا مثل كل يوم بتكون مع اتصالنا مع مصلحة الأرصاد الجوية والأستاذ وسام عبد الله معنا على الخط لناخذ منه تفاصيل عن طقس يوم السبت كيف رح بيكون. وبكره الأحد بنعرف كثير عالم ناطرين ياخذوا تفاصيل عن طقس بكره بما انه بكره أحد الشعانين، تنشوف إذا في شتاء أو لا. أستاذ وسام صباح الخير. أهلا، صباح النور، كيفك؟ ماشي الحال. تفضل بداية عن طقس اليوم كيف رح بيكون؟ يوم طقسنا مستقر بيبقى للمساء، بتحول لطقس متقلب. نعم. يوم طقسنا بيكون غائم اجمالا، حيكون في عنا ارتفاع ملموس بالحرارة، من المساء بيصير في عنا رياح ناشطة بتنخفض الحرارة. الأحد بيكون عنا طقس غائم، حيكون في عنا أمطار متفرقة بتكون غزيرة أحيانا، في عنا برق ورعد، تنخفض درجات الحرارة، الثلوج حيكون عنا 1600 متر. اوكي. تنين بكفي طقسنا بالفترة الصباحية شوية أمطار، ابتداء من بعد الظهر تدريجيا بنحسر الأمطار، المساء بيصير طقسنا التنين غائم جزئيا. بس درجات الحرارة نسبيا بكره كيف رح بتكون؟ 12 يعني 23 على الساحل، بالجبال 8 ل 17، بالبقاع من 8 ل 22. اوكي، والرياح قلت لنا انه بدها تبلش تنشط ابتداء من اليوم. الرياح يعني تقريبا بتوصل لل 45 كيلومتر بالساعة. بس بكره يعني في شتاء. بكره في شتاء، صح. بكره في شتاء. نعم. طب نحن بنتشكرك على وقتك، بنتمنى لك نهار حلو. جوال صباح الخير. صباح الخير إليك بترات ولكل يلي عم بيتابعونا. مثل العادة جولة على عناوين الصحف الصادرة لليوم السبت 19 أدار. بداية جولتنا مع عناوين صحيفة النهار: توافد دولي إلى بيروت الأسبوع المقبل، عمليات وإزالة النفايات تبدأ صباح اليوم. جلسة 23 أذار الانتخابية، هل تشهد رفع عدد النواب إلى ما فوق 73؟ 60 يوما فقط لنقل النفايات إلى مطمر الناعمة بموافقة فعاليات المنطقة. اختتام الأسبوع الأول من حوار جنيف ودمستورا، ينتظر لقاءات موسكو. أيضا بالنهار اتفاق الاتحاد الأوروبي وتركيا أنجز، المهاجرون ضحايا صفقة الترحيل. عودة محاكم التفتيش العصرية في القاهرة وضمن اقتصاد، بين الصحة والاقتصاد ضاعت طاسة القمح. وبختم بقلم المطران جورج خضر ضمن افتتاحية النهار: استقامة الرأي. ومثل ما عم نشوف الصورة الرئيسية بالنهار هي لتلميذات وهن عم بيشاركنا بأحدى السلاسل البشرية يلي نظمتها مبارح جمعية فرح العطاء ببيروت. من النهار إلى عناوين صحيفة السفير: ما دور السفارة الأمريكية في الإنترنت غير الشرعي؟ معدات الباروك الإسرائيلية قيد الخدمة. حصيلة أسبوع جنيف 3 السوري صفر. إسرائيل وحرب لبنان، وضعنا مريح وسط الفوضى. أوباما في كوبا غدا، طي جريمة عمرها 54 عاما. وختام عناوين السفير: تفاهم أمريكي سعودي، إبقاء سلاح الهبة وديعة في فرنسا. تابع جولتنا مع عناوين صحيفة الحياة: صفقة بروكسل، أموال وتأشيرات مقابل اللاجئين. الاتحاد الأوروبي يكتفي بتوطين 72 ألف سوري، ووعود للباقين بدرس طلباتهم في تركيا. الانتخابات السورية بموجب دستور توافقي جديد، دمستورا يقترح 4 خطوات للانتقال السياسي، وفصائل مقاتلة تتعهد مقاومة الفيدرالية. اعتقال أبرز مطلوب في هجمات باريس. هجوم على مواقع الحوثيين في إب. وأيضا بالحياة: صواريخ على منشأة نفطية في الصحراء الجزائرية. الصدريون يقتحمون التحصينات ويعتصمون
أمام المنطقة الخضراء. تابع جولتنا مع عناوين صحيفة المستقبل: فضيحة الإنترنت منظومة أخطبوطية، الجيش الحر سنواجه مشروع الفيدرالية في شمال سوريا بكل قوة، دوميستورا يشيد بالمعارضة وينتقد وفد النظام، الائتلاف الشيعي يلوح بحل البرلمان وحكومة طوارئ، اعتصام الصدريين يطوق المنطقة الرئاسية، اتفاق تركي أوروبي يوقف تسونامي اللاجئين. والصورة الرئيسية لليوم بالمستقبل حملة عنوان إلى الطمر يدر، وعم نشوف ورشة إعادة تأهيل موقع برج حمود انطلقت امبارح تحضيرا لتجميع النفايات. تابع جولتنا مع عناوين صحيفة الأنوار: وعود حكومية بتحريك 500 شاحنة لنقل النفايات إلى مطمر النعمة، تظاهرة للمعارضة السورية ضد التقسيم، دوميستورا يطالب وفد النظام بتقديم أفكار حول الانتقال السياسي، الاتحاد الأوروبي يقر اتفاقا مع تركيا على إعادة النازحين، اعتصامات أمام المنطقة الخضراء في بغداد. وكتب لليوم رفيق خوري ضمن افتتاحية الأنوار: بوتين السوري وأوباما الأوكراني. من الأنوار إلى اللواء بري: أحاديث الذمية مرفوضة وسنواجه التقسيم بالسلاح، وزير الأعلام لحل يساعد الصحافة على تجاوز الأزمة المالية، والنفايات إلى المطامر اليوم، واشنطن الطيران الروسي لم ينفذ أي غارة هذا الأسبوع، دوميستورا يطالب النظام السوري بتقديم رؤيته للانتقال السياسي، كيمون ينتقد الاتفاق ويحذر من طرد جماعي، تنازل أوروبي لتركيا مقابل إعادة اللاجئين، حصار الحكومة العراقية على الطريقة اللبنانية، اعتصام أنصار الصدر لرحيل العبادي. وبختم عناوين اللواء: مسلحون يهاجمون حقلا للغاز في الجزائر. تابع جولتنا مع عناوين صحيفة البلد والعنوان العريض لليوم: المطامر سالكة والكويت على خط ترحيل اللبنانيين، لافروف وظريف يناقشان هدنة سوريا هاتفيا، اعتقال صلاح عبد السلام في بروكسل. وختام عناوين البلد: قلق مجلس الأمن ينطلي على لبنان وصفيا. بترجمة لعناوين صحيفة ديلي ستار: لبنان يتنفس بظل انتهاء كارثة النفايات، سكلين تبدأ بإزالة النفايات بعد توصل الحكومة إلى الحل، شاتو كفرية من الأرض إلى الكأس، باريس توقف عبد السلام وأربعة موقوفين في بروكسل. أيضا بترجمة لعناوين صحيفة لوريون لوجور: أزمة النفايات الكارثة أصبحت وراءنا بانتظار الآتية، التقارب بين طهران وأنقرة في وجهة نظر حزب الله، جوكر مزدوج لموسكو في جنيف. تابع جولتنا مع عناوين صحيفة الشرق: وبدأ جمع النفايات، العنوان العريض لليوم. وبالعناوين الأخرى: خليل إلى واشنطن اليوم، وبان وموغريني إلى بيروت الأسبوع المقبل، جملات فيدرالية الأكراد بداية تقسيم سوريا، إطلاق برنامج الضمان الصحي للمحررين. وأيضا بالشرق: عودة الجمهور إلى ملاعب كرة القدم. وكتب لليوم عون الكعكي ضمن رأي الشرق: ما هي العلاقة بين إسرائيل وسوريا وإيران؟ من الشرق إلى الشرق الأوسط: شهود في محكمة نيويورك، إيران والقاعدة أسستا خط الجرذان لتهريب العملاء إلى أوروبا، وثائق تؤكد زيارة منسق 11 سبتمبر رمزي بن الشيبة إلى طهران أثناء توجهه رفقة المدبر محمد عطا إلى أفغانستان، رئيس وزراء لبنان: ارتكبنا خطأ بحق الخليج وسنصححه، سلام قال للشرق الأوسط: إن وضع الحكومة ليس سليما ومواجهة حزب الله عبر خيار الدولة.
ختام عناوين الشرق الأوسط، مداهمة أمنية في بروكسل تطيح بالمطلوب الأول في هجمات باريس. أيضا بتابع جولتنا مع عناوين صحيفة الأخبار، بري لحزب الله لننتخب فرنجية، سلام للأخبار فلت الملاء وأخشى الوقوع في المحظور. ختام جولتنا مثل العادة بيكون مع عناوين صحيفة الجمهورية، أسبوع حافل بالاستقبالات الدولية، هذا ما يعرفه الموارنة عن مؤسساتهم، أمهم الحاجة وأبوهم الطيش، ما عاد للعلم مطرح. وبختم مع الصورة الرئيسية لليوم بالجمهورية وحملة عنوان عبد السلام في قبضة بلجيكا. مع هالصورة منكون وصلنا لختام جولتنا على الصحف، فصل الأول بحلقتنا من بعد مواعيد سقفية وفنية مع بيرات. جولة ثقافية وفنية منبلشها مع فعاليات مهرجان البستان، واليوم أمسية بعنوان أونلي بيتهوفن مع عزفة البيانو أول غلوريا كامبانير وأوركسترا بقيادة المايسترو جان لوكا مارسيانو. موعد اليوم على الساعة 8:30 المساء بأوديتوريوم إميل البستاني بفندق البستان. وهالمهرجان بيختتم فعالياته بكره الاحد 20 الشهر. رح ننتقل هلا الى فعاليات شهر الفرانكوفونيه، واليوم بيستقبل الانستيتو فرانسي دو بيروت وتحديدا السال موتاني عرض مع سابريتش بعنوان تافو سو كو تو ايكوت. الموعد اليوم على الساعه 7 المساء بمسرح موتاني. Que vous allez bien. On est tous unis par une seule question. Et cette question est la suivante, comment en sommes-nous arrivés là ? ومنتابع ومننتقل إلى مسرح دوار الشمس يلي بيستقبل أمسية صوفية بتجمع الشيخ أحمد حويلي والفنان زياد سحاب ب 24 الشهر على الساعة 8:30 المساء. البلمند للغناء الشرقي بقيادة جينا ماتا رزوق والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو بسام بدور بيقدموا تحية إلى إلي شويري. الموعد ب 22 أذار على الساعة 7 بأوديتوريوم الزاخم بحرم الجامعة الرئيسي بالكورة، والدعوة عامة. منتابع مع فعاليات المهرجان السابع عشر للقصة والمونودرام يلي انطلق ب 15 الشهر، والعنوان العريض لهالسنة هو السفر. اليوم موعد مع الروائي الفرنسي مارسيل زاراغوزا والروائية الكندية نادين وولش على الساعة 7:30 المساء بأبو كنيسة مار يوسف بمونو، والمهرجان بيختتم فعالياته بكرة بمنافسة الكذابين. ومنشوف نادين وولش سوا. Je suis à Paris. Il fait chaud, c'est l'été, le vent est sensuel.
Comme c'est la seule caresse qui s'offre à moi en ces temps de rude célibat, je décide d'en profiter au maximum et découvre mes plans. ومنتابع مع بيروت سوق يلي بتستقبل مهرجان بعنوان بيروت سبرينغ او سبرينغ ماركت عفوا هلا بمناسبه حلول شهر الربيع طبعا نهار الاثنين وبمناسبه عيد الام. هالمهرجان رح يستمر لنهار الاثنين 21 شهر وهو بيتضمن معرض للزهور، حرف، موسيقى واحتفال خاص نهار الاثنين بعيد الام. المعرض بيفتح ابوابه اليوم من الساعه 10 الصبح لغايه الساعه 9 المساء، اما بكره وبعد بكره فبيفتح ابوابه من الساعه 1 الظهر لل 9 المساء. برعاية البطرك مار بشارة بطرس الراعي بيقدم الفنان عبدو منذر عمل فني بمناسبة عيد الفصح بعنوان طريق الجلجلة، مسرحية دينية غنائية عن آلام موت السيد المسيح وقيامته بمشاركة ميشيل أزي، باسكال صقر، الأمير الصغير وغيرهم. وتولى عبدو منذر تأليف وتلحين وتوزيع كل النصوص الموسيقية. موعد واحد ب 22 أذار على الساعة 8:30 المساء بالفورم دو بيروت. رئماز طريق الجلجلة، أضخم عمل مسرحي ديني غنائي لليلة واحدة فقط، 22 أذار، مسرح الفورم ببيروت. فإذن الفنانة باسكال صقر يلي رح بتشارك بهذا العمل ويلي رح تعطي كمان موعد ب 24 الشهر بالبلونوت كافيه على الساعة 9:30 المساء. اشتقنالك يا بيروت واشتقنا للسهر، اشتقنالك يا بيروت واشتقنا ترجع على ليلاتك، تنزل على سهراتك يا بيروت يا بيروت. اشتقنا لك يا بيروت واشتقنا للسهر. تدعي مؤسسة الفكر اللبناني بالانديو بالاشتراك مع برنامج أنيس مقدسي للأدب بالأيوبي وكرسي مبارك السادس عشر للدراسات الدينية والثقافية والفلسفية بالانديو إلى مؤتمر دولي حول شارل مالك الفيلسوف، وذلك نهار الأربعاء 30 الشهر بالانديو من 9 الصبح للستة المساء، و 31 الشهر من 8:30 الصبح للأربعاء بعد الظهر بالأيوبي. ورح كمان يشهد هنهار إطلاق مشروع نشر تراث شارل مالك من خلال صدور الكتاب الأول لمالك بالإنجليزية بتحرير من ابنه الدكتور حبيب شارل مالك والأستاذ توني نصر الله. جولتنا الثقافية والفنية وصلت لختامها، اليوم السبت موعد ثابت مع زميلتنا وردة ضمن صالون السبت وضيوفها لليوم النايب غازي يوسف بالإضافة إلى الرأي العام، الموعد على الساعة 8:30 الصبح إذاعة الشرق. ننتقل مرة جديدة لعن جوال لناخذ فكرة أكثر عن حركة السير بهالأثناء. مباشرة لغرفة العمليات المشتركة بهيئة إدارة السير، اليوم معنا المؤهل الأول أحمد شعبان. صباح الخير. إيه صباح الخير. كيفك اليوم؟ الحمد لله، أنت كيف؟ الحمد لله ماشي الحال، تفضل. الحمد لله. بالنسبة لحركة السيارة مثل ما صرنا معودين إجمالا صباح السبت عم تكون حركة السير خفيفة. نعم. بالنسبة للمداخل، المدخل الشمالي لمدينة بيروت الحركة طبيعية عم تكون كثيفة، ما بين أنطلياس جل الديب نهر الموت. في عنا حركة ناشطة على كورنيش المزرعة، حركة ناشطة إلى كثيفة ما بين المدينة الرياضية باتجاه الكولا أو باتجاه نفق سليم إسلام الوسط. في عنا بالنسبة للمدخل الجنوبي بهالأثناء صار في عنا حادث اصطدام على أوتوستراد خلدة باتجاه بيروت، عملنا حركة سير بالمحلة، الأعمال جارية على إزالته من المكان. نعم. بالنسبة في عنا حركة سير كثيفة كذلك على مدخل كلية العلوم مفرق الرجيف، في امتحانات تقديم أو شيء بالمكان. بالنسبة لخلد الأوزاعي الحركة مقبولة. وأخيرا حركة طريق سيد القديم الحركة مبدئيا طبيعية. مشاكل على الطرقات معنا بشكل عام، هيدي هي الحركة. قلت أنه في حادث. صحيح، في حادث، في حادث على خلدي، هيدا اللي عمل حركه بالمكان. صح. اوكي، نتج عنه اضرار ماديه او في عنا في عنا جريح، في عنا جريح، انما اصابته ليست بليغه. نعم. بالنسبه للحوادث اللي تسجلت عنا من امبارح لليوم، تسجل عنا خمس حوادث كانت نتيجتهم ست جرحى، بنتمنى لهم اكيد الشفاء العاجل. أكيد. وبالنسبة للإحصاءات الرادار، تنظم عنا 713 محضر،
سرعة زائدة، موزعين 111 محضر كانوا ليلا و600 محضرين نهارا. نعم. مثل العادة بنطلب من المواطنين أكيد توخي الحذر أثناء القيادة وعدم تجاوز السرعات المحددة على الطرقات حفاظا على سلامتهم وتجنبا لتنظيم محاضر ضبط بحقهم. أكيد. نحن بنتشكرك على كل هالمعلومات المؤهل أول أحمد شعبان، بكرة بنرجع بنحكيكم باتصال جديد. فاصل جديد بحلقتنا وبنرجع، خليكم معنا. صباح الخير من جديد، بكرة أحد الشعانين، وقديش عبالنا نرجع أولاد صغار نلبس ثياب العيد، نضوي شمعة ونركض على الزياح. من عيون الأطفال منسرق لحظات الابتسامة وعجقة الفرح قبل ما نكمل درب الجلجلة يلي مشيناها من زمان. هالسنة منحمل أغصان الزيتون لنستقبل ملك المجد. بيروت اليوم شبيهة بأورشليم الأمس، تجار هيكل، فساد، عسكر هيرودس وبيلاطس الجلاد ويهوذا يلي باع البلد بـ30 من فضة. برجاء أكبر من اليأس نستقبل ملك المجد يلي جاي على أتان من دون حراس ولا مرافقين ولا سيارات مفيمة ولا مراسيم استقبال، دخل بتواضع وحب وسلام. غنى الوطن، الأرض، فلسطين وبيروت، غنى الناس. هو الفنان الملتزم أحمد قعبور، نقل فرح الناس ووجعهم، انتصاراتهم وخيباتهم، صوتهم وحتى تنهداتهم. فحملت أغنياته أصالة اللحن وبساطة الكلمة. بزمن الحرب كان صوت المناضل ضد الإرهاب بأغنية أناديكم، وبزمن السلم غنى المستقبل بالعيونك ويا حبيب الروح معك وبيروت زهرة. كتحية وتكريم للفنان أحمد قعبور، قدمت الأوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق عربية بمشاركة كورال خالد بن الوليد أمسية غنائية على مسرح قصر اليونسكو. تفاصيل من تبع بها التقرير. غنية اللي بده يغنيها أحمد واليوم هي غنية كتير 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 مؤثرة وكتير حلوة وكتير بترجعنا هيك بذكريات، بتذكرنا يمكن أنا بتذكرني مثلا ببيتي ببيي بأيام الحلوة ببيروت الحلوة يلي إن شاء الله أيامها بترجع مثل قبل. بيروت يا حضن اللي فائت حضنه، يا بيروت وفرحة يلي طول حزن ببيروت، يا وداد بصوت الدافي صباح تغني للصافي، ونجاح وميل يا غزيل زكي وفي ليمون العوافي، سعادة طرب وتجوب أجمل سنة بعتقد هيدا التكريم لكل الناس اللي صنعوا اللي كانوا هني دافع للأغنية، من لكل المشاهد اللي استوحيت منها الأغاني، لكل الوجوه اللي أعطتني معنى للكلمة وللحن، لكل الأسماء الكبيرة اللي تأثرت فيها، لهالبلد اللي عصي على أنه يموت، ولهالمدينة اللي مثل ما بتعرف تقاوم الاحتلال وبتحترق وما بترفع العلامة البيضاء، بتعرف تماما تقاوم الاستبداد. بيروت مش رح قول يا ضيعانك، يا بيروت لو في زهر رمانك، يا بيروت مع كل اللي عاشوا حروبك واللي غنوا بعت من دروبك واللي لعبوا بيت بيوت. بقصر اليونسكو كان أحمد هو الملك بإحساسه وصوته وحضوره وتاريخه الفن العريق. حضر ملك الأغنية الثورية وسمع أغانيه تلحن بأنامل المايسترو أندري الحاج يلي قاد الأوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق عربية.
وسمع الكلمات بأصوات كورال خالد بن الوليد المقاصد. نحن بيسعدنا أنه هالأوركسترا الوطنية يلي أكيد كل لبناني مفروض يفتخر فيها عم بتضوي على أسماء كبيرة بوطننا، عم بتقدم لهم تحية، عم بيكون نوع من تكريم لهم. نحن هيدي سياستنا أنه نكرم الفنانين الكبار اللي أعطوا الفن بلبنان، اللي أعطوا لبنان موسيقى جميلة وموسيقى ألا معنى. بيسعدنا بالمعهد الوطني العالي للموسيقى أنه تكون هالتحية لمبدع كبير أستاذ أحمد قعب. بكفي الروحيه بتشبه احمد كعبور، يعني انا صرت بهيدي الصاله عمل اكثر من 12 تحيه لكبار، اكثر شخص موسيقته اغانيه بتشبهه احمد كعبور بكل تفاصيل. يغنى الشعر الوطني، الشعر القومي، الشعر الثائر، وخلى هذا الشعر ينتشر اكثر، لانه الصوت لما بيكون مثقف مثل صوت احمد كعبور بيوصل الشعر اكثر، وبالتالي ينتشر هذا الشعر بواسطة اللحن وبواسطة الإداء. مقاعد القصر امتلأت كلياً، والحضور كان من كل لبنان وبعض الدول العربية. استذكروا الماضي وقدموا تحية للقعبور. برجعني لأهل بيروت وللمستقبل وللحياة الحلوة اللي كنا عايشينها، وإن شاء الله بترجع. أول ما كانت الحركة الوطنية والشعب يلي بده الثورة. الزمن الحلو القديم، الحلو الصوت الحلو هيك، الحنان بيعطينا ذكريات كمان ايام الشباب اول ما تعرفنا على صوته وموسيقته بتأثر فينا، بيرجع التاريخ لورا شوي، بينسينا المقاس اللي صارت قبل وبعد. احمد قعبور بيذكرنا، بيحيينا، بيرجع فينا الامل انه بيروت ان شاء الله بترجع احسن واحسن. مسرح قصر الأونيسكو تم تكريم أحمد قعبور من قبل وزير الثقافة، وكان التكريم بليق لفنان قدر أنه يجمع أبناء الوطن ويكسر الحواجز بين البلاد العربية من خلال أغنية ثورية ووطنية. شخص ملتزم، شخص وجداني، بيعرف قيمة الفقير، بيعرف قيمة التقاليد، بيعرف قيمة العادات القديمة تاعتنا. أغاني دعوة للتفاهم والتعايش والمحبة بين اللبنانيين من كل الألوان ومن كل الطوائف. في أصالة باللي بغنيه. أعماله وأغانيه وموسيقى هي نوع من الإسهام. أنا جاي من إنجلند وبحب قعبود، بشوفه على التلفزيونات الأغاني حلوين. نتمنى له التوفيق والنجاح الدائم المستمر. أنا بحبه، أنا بحب أسمعه. ما فينا نقول له إلا الله يقويك ويكتر من أمثالك وأغانيك بالبال على طول.
بيروت سما مفتوحة لكل مين بحب يجي على بيروت ويشوفها. وبيروت هلا فترة طويلة كانت عم تبكي، فلما يغنيها أحمد كعبور لأ بيروت تضحك وبتحكي وبتغني. بيروت زهرة في غرقة عنها، بيروت محلاها ومحلى زمنها، حلقتنا متابعة معكم لننتقل إلى مبادرة فنية الهدف منها إنساني. أكثر من 20 فنان تشكيلي ومصور اجتمعوا بمكان واحد بنادي اليخوت بالزيتونة باي لعرض أعمالهم الفنية يلي عاد ريعة لجمعية تمنى يلي تعنى بأطفال مرضى السرطان. المعرض ختم فعالياته ب 13 الشهر، وأجواء هالمبادرة منتبعها سوا بهالتقرير. أكثر من 120 فنان تشكيلي ومصور فوتوغرافي اجتمعوا بمكان واحد ليوضعوا فنهم بخدمة المجتمع وبخدمة كل طفل مصاب بمرض السرطان وعم بيعاني يوميا من وجع العلاج والتعب. أكثر من 120 فنان اجتمعوا سويا ليرسموا البسمة على وجوه الأطفال المريضة، وذلك بمعرض جماعي حمل عنوان Art for Life بمبادرة من سينتيا سيركيس وشركة Luxury Limited Edition اللي عم بيروح ريعه لجمعية تمنى الاستثنائية. عم تعمل فرق، اللي صارت تسمى باليد اليمين للطبيب، حتى المستشفيات والممرضين والدكاترة نفسهم يعني ما بيعملوا شكة إبرة قبل ما يبعثوا ورا تمنى، لأنه بيعرفوا تأثيرها النفسي على الولد لحتى يقدر يتقبل العلاج. يتجمع كل الفنان من المعروفين والمنون معروفين من كل الطوائف بلبنان بمعرض، حتى أول شيء الفنان المعروف ولا ما انه معروف يكونوا محطوطين حد بعد. شارك بصوره من اعمالي، الصوره اخذتها برات مخيم عن الحلوه بصيدا لطفل صغير مثل ما شايفين بالصوره. نقيت هيدي اللوحه بالذات لانه اسمها لار بردوفي، وعاده الامراض الاطفال اللي بيكون عندهم امراض الكانسير انه بيكونوا متعلقين بالامل، انه هيدا حسيت شجره الحياه. يا ريت دائما بصير في معارض من هالنوع، ومش بس معارض فنية، أي أشياء أكتيفيتيز بالبلد لازم شيء منه يتخصص لهالجمعيات الخيرية أكان تمنى أو غير تمنى. بالألوان الفن رسم والحياة كرسوا الفنانين مجموعة من أرباحهم لمساعدة جمعية تمنى ليتمكنوا من تحقيق أحلام جميع الأطفال اللي عم بيعانوا يوميا، وليساهموا بتحويل دمعة الحزن لفرح بمعرض انطلق بصالة عرض اليوت كلوب بالزيتونة باي ومستمر لغاية 13 أذار. دايما نحن منحب هيك مبادرات ومنساعد شوي هيك إيفنتس، ونحن عنا كوبت سوشيال ريسبونسابيليتي اللي هي الامبليكيشن اللي عنا اياها بهيك مواضيع. بشارك بعمل اسمه الاميره القلقه، بسترجع فيه قصه اطفال انجليزيه قديمه، هي الاميره وحبه الفاصوليا، بعتقد اغلبنا بنعرفها. كان اول مره هون، بس انا مبسوط انه عم يصير هيك معارض. كثير فخورين انه بعده بهالاوضاع عم يمشي هيك اشياء بلبنان. عم نقرا من هاللي تقدموا، ان شاء الله الله بوفقكم. موسيقى.
حلقتنا متابعة معكم ورجالات سياسة فكر وفلسفة مروا بتاريخ لبنان قدر أنه يجمعهم بشخصه هو المعلم كمال جنبلاط. وبمبادرة وفاء له الشخصية الاستثنائية وبتنظيم من جامعة الهيغازيان، نشاط بيتم كل سنتين وبيتم من خلاله اختيار شخصية لمنح جائزة كمال جنبلاط، وكل التفاصيل من تبعها سوا بهالتقرير. لتكريس فكر الراحل القائد كمال جنبلاط وتأكيد الالتزام بمسيرته، كان أفضل تكريم له بذكرى استشهاده 39 منح جائزة كمال جنبلاط للمطران الراحل غريغوار حداد، صديقه وأحد المنيرين اللي كانوا حوله وجمعهم التكامل بالفكر والفلسفة. جامعة هيغازيان تستضيف هذا المنتدى اليوم مش بس بذكرى فيلسوف وقائد كمال جنبلاط، ولكن أيضا للتركيز على أهمية المجتمع والعمل عمل الاجتماعي، وخاصة الحرية المدنية. بناء الدولة المدنية يعني هي أساس كل شيء. إذا في دولة مدنية ما في زبالة بتكون بالشارع، بيكون في كهرباء وإلى آخره. هنا في لبنان كل شيء في جمود وفي توقف وفي انتظار، انتظار الوحي وهو فينا، والإرادة وهي منا، والإبداع وهو شعلة ألاب الضمير العنصر البشري من أقصى التاريخ إلى أقصى. ما بتصور حدا بيستحق أكثر منه يحمل جائزة بناء الدولة المدنية والعلمانية بلبنان، نظراً للنضالات يلي قام فيها نضال المطران غريغوار حداد، المثلث الرحمات المطران غريغوار حداد لإرساء بناء الدولة المدنية والعلمانية بلبنان. هو رجل إنساني، وطبعاً لم يتنكر لإيمانه ودينه، وواجب كل مواطن كونه مواطن أنه يحكي بالدولة المدنية، لأنه ما في شيء اسمه دولة دينية، هذه بدعة. وهو صحح هذا المفهوم من خلال كتاباته ومن خلال أقواله. أنا ما جمدتنا عدد مجلما وكريتيا سيني بسر سبالات ترافيون ترافيون شان بارتي دان دو بارتي بروغرسي سوسياليست كي فو ريجينيري لو سوسياليست ميم Lui rendre à ses sources premières et ne pas le séparer de ses origines religieuses. بعد ما دقبت رابطة أصدقاء كمال جنبلاط على اختيار مواضيع كان يهتم فيها الراحل وناضل من أجله، وبعد ما كانت مجالات الجائزة حقوق الإنسان والبيئة والصحة، كان عنوان السنة بناء الدولة المدنية بلبنان. المطران غريغوار حداد هو من أبرز الشخصيات يلي ناضلت في سبيل العلماني في سبيل بناء الدولة المدنية. أما كمال جنبلاط فكذلك كان صديقا كبيرا للمطران غريغوار حداد. يعني الربط بين كمال جنبلاط وغريغوار حداد ربما من أفضل ما توصلت إليه رابطة أصدقاء كمال جنبلاط ووليد بيك تحديدا. أعتقد أنه منح الجائزة للمطران غريغوار حداد هي مباشرة من كمال جنبلاط، واثنيناتهم هلا بيكونوا عم يتبادلوها بجني، لانه هدول من اهل الجني، وكل واحد استشهد على طريقه خاصه، بس كلهم في سبيل لبنان. تابعين أخبار الصباح، ومرحب بضيفنا اليوم الدكتور خالد مرعب، رئيس قسم التاريخ بالجامعة اللبنانية الفرع الثالث. عم نحكي عن طرابلس الفيحاء. صباح الخير. الله يصبحكم النور. بدنا نحكي عن مؤتمر كتير مهم، فإذا رح تستقبلوا الجامعة ب 22 و 23 الشهر، وعنوانه العريض إشكاليات كتابة تاريخ لبنان في العصر الوسيط والحديث. عصرين العصرين الوسيط والحديث.
بداية شو اللي واقف حاجز أمام اعتماد كتاب موحد للتاريخ؟ يعني بنعرف قديش الموضوع بشكل هيك محط تجاذبات وصراعات وأيام على مصطلح واحد نختلف. صح، الحقيقة هو من القضايا اللي يعني اللي بتشكل بناء الدولة ورؤية الدولة المواطن للدولة أن يكون في تاريخ له، والتاريخ مش مرتبط بس بالماضي لأنه التاريخ ويصنع الحاضر والمستقبل. يعني المواطنية والانتماء والولاء ترتبط بالتاريخ. من هون كان في خلافات ليس بلبنان فقط، ولكن في لبنان يعني المشكلة ظاهرة أكثر، خلافات على رؤية المجتمع اللبناني، فئات المجتمع اللبناني للتاريخ، وصدر ما يسمى بالإشكاليات. إشكاليات خلافات حول الرؤية، هي الحقائق ما بتتغير. مثل شو يعني؟ خلينا نكون هيك أكثر. الإشكاليات هو في تفسير الواقعة التاريخية، تفسيرها، وإلا هي الواقعة قائمة بذاتها. نحن يعني في الجامعة اللبنانية كلية الأداب الفرع الثالث، خلينا نحكي بس شوي على الجامعة اللبنانية، جامعة الوطن اللي هي الجيش الثاني كما يقول رئيس الجامعة، فعلا تضم 70,000 طالب من مختلف الفئات، يعني مكان وإطار لصهر المواطن اللبناني. وكلية الأداب بشمال أكبر الكليات، فيها حوالي 4,000 طالب وأكثر، فيها نشاط مميز. عم نحاول يعني نرفع الصبغة اللي طالع عن الشمال وطرابلس. نعم، أنا وبعد الجامعة اللبنانية عن جد بعيدة عن كل. لا الحمد لله، وفي جملة نشاطات دائمة يعني غير لا صفية، غير محاضرات من لقاءات وندوات، وهذا مؤتمرنا يعني من المؤتمرات المهمة. نعم، خلينا نقول أنه في لجنة مكلفة من 10 سنين أنه تتوصل لكتاب التاريخ موحد للبنان. نعم. وبعد لهلأ ما توصلوا. ما توصلت لأنه أنا برأيي، وبكرة يمكن المؤتمر من أهدافه، ما في بعد رؤية موحدة للوطن. نعم. يعني للأسف إسا لحد هلأ عم نقول نحن في مشروع دولي. مشروع يعني مصطلحات دولي. وليس الدولي. الاختلاف بيكون على مصطلحات. مصطلحات، لأنه الحقائق ما بتتغير. المشكلة من تعاطوا مع كتابة التاريخ حاولوا، أنا ما بدي أقول يعني يزوروا، حاولوا أن يتلاعبوا، يتلاعبوا طرف معين، ومش طرف واحد على فكرة أو فئة واحدة، الكل اشتغل بهالموضوع. صح. لأنه كل واحد عم بيجيب الإيجابيات لألو والسلبيات لغيره. لذلك طرحنا موضوع الإشكاليات، هو موضوع يعني أنا بشكر رئيس الجامعة والعميد اللي سمحوا لنا ندخل بهالموضوع الشائك. فيك تعطينا مثال عن مصطلح تم هيك؟ هل أي حقبة من الحقبات اللي مرت على لبنان في خلاف عليها؟ مثلا يقال أنه في هناك انتداب فرنسي، ويقال في احتلال فرنسي، يقال في الوجود العثماني، في الاحتلال العثماني، وهكذا في عن كل شيء في خلاف. في طيب دكتور، برأيك هيك مؤتمر من بعده أكيد رح يصدر توصيات. نعم. هالتوصيات ممكن نوعا ما هي تمهد الطريق. طبيعي طبيعي، هذا اللي نحن سعينا لألو. على فكرة المؤتمر اللي هو 5-6 محاور ل 18 باحث من البلاد العربية ومن لبنان، ما حيغطوا إلا جزء بسيط، أو حتكون مقدمة لي يعني توسع أكثر في دراسة الإشكاليات. لكن طرح النموذج أنه كيف الخلافات عم بتتم على قضايا تاريخية متعارف عليها، وكيف المؤرخين عم بتناولوا هذا الموضوع، وكيف بشكل أو بآخر عم نسيء لتاريخنا وعم نسيء لأنفسنا. يعني لبنان حتى الآن ما في كتاب تاريخ موحد يدرس في المدارس. هلأ كتير منيح نحن عم نطرح هالموضوع. نعم. بس بالنهاية الإشكاليات رح تبقى موجودة، رح تبقى، ولكن يعني رح يبقى الخلاف. حيبقى الخلاف، بس ليش ما بنحصره بأطره الأكاديمية والعلمية؟ ما نخلي يعني معلش للايديولوجيا ولا يعني الاسقاطات الشخصيه عليه، خلي المتخصصين يتعاملوا معه. وبالنهايه نحن بدنا نبني وطن، لانه التاريخ لم يعد قضيه دراسه الماضي على فكره. التاريخ اليوم بالعالم كله صار تاريخ حاضر ومستقبل. صح. حتى في شيء صار اسمه التاريخ المعاصر،
ما كان من زمان في شيء. أصلاً نحكي عن عنوان المؤتمر، عم نحكي عن إشكاليات كتابة التاريخ بلبنان بالعصرين الوسيط والحديث، بس نحكي عن العصر الوسيط عم نحكي من القرن السادس للقرن التاسع، والقرن الحديث من القرن التاسع لغاية هلأ. بس بكتب التاريخ اللي عم تدرس حالياً بالمدارس وين بتوقف أحداث التاريخ؟ يعني لأي سنة واقفين بعدين؟ صار كل واحد حسب شو بيسمع من أهله أو من محيطه. هو التاريخ مثل ما قلت لك صار اليوم عم يغطي كل شيء. حتى التاريخ صار شيء في اختصاص بمنهجية التاريخ، تاريخ المعاصر. شو المعاصر؟ يعني المعاصر يلي الفترة القريبة، هذا أصبح تاريخا. فكله هذا يعني التاريخ من لكن الحرب العالمية المعاصر من ابتداء المعاصر نعم القرن القرن العشرين من أوكي. بداية الحرب العالمية لا تقريبا طيلة القرن العشرين. الحديث يعني المؤرخين هو ما في فاصل زمني حاد، يعني في توافق بين المؤرخين على الفترات الزمنية. في الحديث هو فترة العثمانية عندنا، يعني حوالي 400 سنة، القرن السادس عشر للقرن الثامن عشر ونهاية التاسع عشر بهالفترة. هل تقسيم المنهجي في الدراسات التاريخية بيساعد الباحث على أنه يتوسع أكثر ويتعمق في الدراسة ويلاحق الحقائق ويظهرها للجمهور؟ نعم. في شيء بتحب تضيفه دكتور؟ نحن بدي احكي اول شيء الدعوه مفتوحه، بدنا نحكي عن البرنامج بس هي الدعوه مفتوحه لاشخاص يمكن حابين يطلعوا. هو ان المتخصصين حيكونوا نحن يعني بالمؤتمر في مؤرخين من العراق ومن الاردن ومن فلسطين حيشاركونا، كبار مؤرخين لبنان، اساتذتنا الكبار اللي هن اسسوا للتاريخ كتابات التاريخ. بنعمل جوله سريعه على البرنامج. نعم في عندنا مثلا بالجلسة الأولى الأستاذ الدكتور مسعود ظاهر المؤرخ الكبير، في عنده ثلاث محاور مهمة، في عندنا الدكتور جمال شلبي من الأردن من كبار المؤرخين بالأردن عم بدي يحاضر، الدكتور حسن حلاق مؤرخ بيروت حيكون رئيس جلسة، الدكتور عمر التدمري مؤرخ طرابلس، السفير الدكتور خالد الزيادي حيكون له، دكتور إبراهيم محسن عميد معهد الدكتوراه السابق حيكون له بحث، وبالنهاية نحن ومشرف على جلسة. بالنهاية نحن مثل ما قلتي الهدف نطلع توصيات أولية كمدخل لملامسة هذا هذه الإشكاليات، حتى يعني نحض على بقى يعني الدولة تاخد تحزم أمرها وتاخد توجه وتخلي هالموضوع بيد المعنيين. وان شاء الله التوصيات بس تخلص نحن من دول التلفزيون المستقبل فيها، لانه هذا موضوع مهم جدا طبعا يعود الى بنيه المواطن اللبناني ورؤيته لوطنه. اذا وهويه لبنان، كل انسان ما عنده تاريخ ما عنده مستقبل، هذا مفهوم. فان شاء الله الله بيعيننا على يعني انه نبرز هالشيء، وحيكون نشاط مميز بطرابلس الحمد لله. على امل انه نوصل لكتاب تاريخ موحد. نتشكر حضورك معنا دكتور خالد مرعب رئيس قسم التاريخ بالجامعه اللبنانيه الفرع الثالث، اهلا وسهلا وكل التوفيق. موعد اذن ب 22 و 23 والشكر لكم لتغيير المستقبل على الحقيقه يعني استضافته للوجود على اخبار الصباح. انت بتتابع البرنامج يوميا كمان؟ انا مستمتع فيكم كل يوم صبحيه حلوه. اهلا وسهلا، شكرا. وهلا بنتابع حلقتنا وبإطار تكريمة لشخصيات مبدعة ووجوه ثقافية كرمت الحركة الثقافية بأنطلياس ضمن فعاليات مهرجان السنوي للكتاب المؤرخ نائل أبو شقرة يلي كان له بصمة فريدة بكتابة تاريخ لبنان. تفاصيل أكثر عن حفل التكريم يلي تميز بحضور شخصيات اجتماعية وثقافية ووجوه إعلامية كلها منتبعها بهالتقرير. كتابته للتاريخ من الزاوية الموضوعية وكفاحه الطويل للوصول لنهايات بترضي الضمير وتكبده كل أنواع المشقات المادية والمعنوية بسبيل إضافة لغة العلم والتحليل المنهجي على النصوص التاريخية، عناصر اجتمعت مع شخصيته الفذة اللي أراد عن سابق إصرار وتصميم أنه تبقى مغمورة بغلافات آلاف الكتب ليستحق نايل أبو شقرة تكريم الحركة الثقافية أنطلياس كعلم ثقافي بلبنان والعالم العربي. هذا التكريم له عدة معاني، إنما مفهومه المعناه الأسمى هو إنه حركة ثقافية عم بتكرم مثقفين. المعنى الثاني إنه الحركة الثقافية صارت
أكثر من موقع وأكثر ما عيرت بس رسالة، صارت بعد ثقافي عربي يعني تجاوزت لبنان. نايل أبو شقرة ظاهرة إنسانية لبنانية نادرة جدا، وأنا شخصيا سعد جدا بصداقته وبتعرفي عليه، وبعتبر هذه المعرفة كنز كتير كبير. وحتى لو تسنى أنه ما قدرت أعرفه لكانت الحياة ناقصة كتير بالنسبة لي. هذا شخص لا يتكرر، محبة مكونة بقلب إنسان. بوعد أنه رح أرجع انكب على كتبه، هاي صداقتي لإله، أن أقرأ ما لم أقرأ، هاي صداقتي لإله، أن أساهم ببعض ما طلب على مستوى الترجمة، هاي صداقتي لإله، وأن نكون معا وتكونوا كلكم، تكونوا كلكم معنا، وأنت بشكل خاص يعني. للمكرم إنجاز قل ما سبق أحد إليه، وهو دراسة التاريخ عبر تحليل الوثائق وتفنيد مضامين المعقدة اللي بترتبط بشتى المواضيع الاقتصادية، العقارية، الاجتماعية، الدينية وغيرها، واستخلاص التاريخ بموضوعية بعيدا عن تبني الروايات السهلة والأحكام المسبقة والعصبوية والتعصب اللي عادة ما بتكون فخ بيوقع فيه المؤرخين عن قصد أو غير قصد. أهم شغلة عملنا نيل أبو شقرة، نحن بكل طويفنا في ذاكرة حية بعقولنا، حية وهي مشوهة ومشوهة للتاريخ الماضي. هو جاب التاريخ الماضي بالوثائق وعم يحاول يفوتها عقولنا تنكون علميين ومواطنين ونبني الوطن للمستقبل. نايل استاذنا كلنا جدد التاريخ، يعني اللي عمله ما حدا عمله، ما حدا سبقوا عليه. الأخ نائل والأستاذ نائل هو ناحت في التاريخ وليس مؤرخ. هذا المنهج يلزم باحث يتمتع بمواهب غير عادية، يعطي للعلم قيمته. القراءة، الكتابة وجمع الوثائق ووصفه من قبل كلمي بيعرفوا بأنه ورشة عمل دايمة، ما أبعد نايل أبو شقرة عن عائلته الصغيرة والكبيرة، بل العكس، فقد كانت العائلة الداعم الأكبر والأرضية الصلبة للنجاح والاستمرار. هذا تكريم هو جهد تعبه سنين طويلة بالبحث والتدقيق والمثابرة. إن شاء الله كل الشباب يلي طالع جديد بتمشي على هالخطوة، بكونوا بيستعملوا الموضوعية بكتاباتهم العلمية، وبدعي له بالعمر الطويل والله يخليكم. بالفعل أنا كابن عمطور أفتخر بهذا الرجل وأدعوه إلى مزيد من العطاء. التاريخ اللي بيكتبه المؤرخ بأمانة وأنصاف رح يرد له الجميل ويسجل بأنه نايل أبو شقرة من القلة اللي بتمتلك الشجاعة لمعرفة الحقيقة ونقلها للذاكرة الجماعية من دون ارتهان أو خوف. أطوانات بوجبرايل، كنا عم نشوف مشاهد من المارشي صيف السنة الماضي، مهرجان مميز أو يوم مميز بنظمه صيف فيليج، يمكن ليسلط الضوء أكثر على هالشارع الحلو أو هالمنطقة الحلوة من بيروت. واليوم الدورة الثانية، النسخة الثانية من الساعة 11 قبل الظهر رح تبلشوا للساعة 9 المساء. شو رح يتضمن هالنهار الطويل بالصيفي؟ هذا النهار الطويل بالصيفي عاملينه التجار والديزاينرز واصحاب المحلات يلي بالصيفي مشان يعزموا العالم لعندهم يفرجوهم شو بيشتغلوا، ان كانوا ديزاتوليه حرفيين موجودين بالصيفي او جاليريز او كونسبت ستورز. النهار هو تحت رعايه وزاره السياحه،
رح يكون الافتتاح الرسمي 1:30 حتى لو نحن مبلشين الساعة 11 مع outdoors يوغا سيشن تالعالم يبلشوا نهارهم ويك اندهم برواق وبسلام ونهار بيتخللوا activities, artistic activities, music, باراد. يعني في اليوم كمان The Academy مازن كيوان على 4:30 رح يكونوا عاملين باراد للهيستوري اوف تانجو. دونك رح يتنقلوا بكل عم نشوف الاجواء يلي كانت السنه الماضيه. السنه الماضيه مزبوط. كنت عم تقولي انه الافتتاح رح يكون اليوم الساعه 11. نعم. وخلينا نقول انه هو يوم بلا سيارات رح يكون بالصيف بلد. مزبوط. هلا في اكسس كم اكسس قليل كرمال السكان للصيفي فيليج تيقدروا يوصلوا على الباركينجز او يظهروا من سياراتهم. بس اغلبيه الساعه بتتسكر الطريق هلا على الساعه 10 لنقدر نعمل السيت اب برا. على كل حال بلشتوا انتوا بالست اب، رح تجي زاد بلشت. بلشنا مزبوط من الصبح. اوكي، كنت عم تقولي لنا البروجرام كيف رح يصير؟ هلا هو بكل نهار في اكتيفيتيز مثل الستلت ووكرز، مثل الماجيشنز، الميم، ميوزك، يعني في كل شيء كل نهار. وزياده في اوقات معينه فيها بروجرامات معينه، مثل ما قلنا في عنا التانجو باراد، في عنا كمان انذر باند كلها اول فيميل بيركشن رح يكونوا عم بيرقصوا افوشي وسامبا ريجي. الجروب اسمه روبرا روسا. وفي ميوزيشنز رح يكونوا بالتاكسيدوز، رح يكون في ساكسوفونيست، رح يكون في اتوليه للاولاد اكيد. اوكي، مع بروجرام للاولاد. هلا المعروف بالصيفي قديش فيها كمان جاليري بيعرضوا تحف فنيه، وبنعرف يمكن عاده ما بتكون مفتوحه للجمهور العريض، بس يمكن يوم من خلال هالنهار بنسلط الضوء اكثر على هالجاليريات، يمكن والاطفال هن اكثر شيء رح ينبسطوا من خلال ما بعرف النشاطات الكتيرة رح يكونوا. هن كل المحلات فاتحة بوابة اليوم، الجاليري والأتوليات، كرمال يستقبلوا العالم، وعاملين وركشوبس بالقلب المحلات عندهم، إن كان للولاد أو إن كان للأدلتس، ليشوفوا شو كيف بيشتغلوا أو تمشان يعرفون على ديسيبلين ارتستيك معينة. أوكي. كنا عم نقول أنه اليوم هو يوم كتير بيشبه طابع منطقة الصيفة، يعني حتى الأكل رح يكون برجر ولا رح يكون منقيش مثلا. هلأ في شوية منقيش، وبس أنه جلوتين فري فيه هيدا هيك فيها الشعطة الارتستيك طبعا. هيدا السنة الثانية يلي يعني لجنة تجار الصيفي، ما هي منا لجنة، هن إذا بدك تجمع تجار بين بعضهم، هن كتير أصحاب، هن كتير بيشتغلوا سوا كرمال يعملوا نشاط ويعرفوا العالم اكثر عن المنطقه اللي هن بيشتغلوا. وهي ثاني السنه بيشتغلوا معك انت كشركه اتيتيود، انت مديره الشركه، شو بتحسي من هديك السنه لهلا؟ ما بعرف، شافوا يعني قديش هديك السنه كان في نجاح، حبوا هلا يطوروا بعض الاشياء، اقتراحات، شو اقترحوا عليكي؟ شو يعني اشياء بالتنظيم هيك اجت جديده؟ هلا نحن وياهم تعلمنا شوي كيف بيتحركوا العالم بمنطقه الصيفه، وين المحلات يلي عم تعجق كانت فيها تنخلق بغير محلات اكتيفيتيز اكثر. يعني وين كانت عم تعجق مثلا؟ يعني عاده كانت عم تعجق اذا بدك مطرح ما كنا عم نحط الاكتيفيتيز ببينه الستلت ووكرز، الاكتيفيتيز اللي بيمشوا على العصا. بقى عملنا السنه محل انه يكون في ديفرنت اكتيفيتيز عم يمشوا بذات الوقت مع بعضهم. اوكي. البراد اللي عن التانجو يعني هي مبادره مع الكوريغراف مازن كيوان. ليش هيك اخترتوا التانجو؟ لانه هو هيدا النهار كان بدنا اياه يكون كثير فريش وكثير ارتستيك بذات الوقت. والتانجو يعني الهيستوري تبع التانجو بيشبه هيدا الطابع يلي هو ارتستيك اوتدورز لاتينو يلي نحن شوي بدنا نخلقه كنا اليوم. التانجو حتى في الرقص البرازيلي، يعني رايحين كثير هيك امريكا اللاتينيه عم تقريبا شوي عم نبلش نحضر حالنا، يعني من الربيع صرنا بالصيف هلا تقريبا. هو كمان خلينا نقول انه بمناسبه عيد الام وبمناسبه فصل الربيع، يعني اليوم في كثير كمان هدايا فينا نشتريها للام، من ورده لا تابلو لا تياب لا جولري لا غراض للبيت من عند الجاليريز الموجوده. رح يكونوا كل الاشياء اللي معروضه للبيع من الاتوليات الموجوده، يعني شغل صيفي فيليج، شغل صيفي فيليج، وكم اتولي او كم ستاند من برا مثل الزهور، مثل يعني البرودويات منا موجوده بالصيفي بس عاوزينها نحن لعيد الام.
اوكي، الاطفال ابتداء من اي عمر انطوانيت برايك هن فيهم يشاركوا بهالورك شوبس اللي موجودين بالمعرض؟ الاتوليات الموجودين عندنا ديزاتوليي بروفيسيونيل للاولاد رح يبلشوا من الساعه 11 بكل شيء ترافو مانويل. يعني بس انا قصدي الولد من ابتداء من اي عمر في شيء يا عم يتكرج بالبوسات يا سنه بلش يتعلم يتحرك مع الاغراض اللي حواليه، مع اللي عم يرسم، اللي عم يعمل بيكاج. يعني هديك السنة كان في إقبال على هالنهار؟ كان في كتير إقبال، وكان نهار بعد أقصر، يعني عملنا من 12 ل 6 سنة الماضي، كانت التجربة قصيرة وصغيرة وكتير ناجحة. فالسنة عنا كمان الميديا كفرج كان أكبر. ست أشهر رح يكون نهار زيادة إن شاء الله. يمكن بالصيف يكون نهار زيادة، يمكن ما ننطر سنة لنرجع نعمل الإيفنت أصلا. في مشروع هيك الهيئة؟ يعني مبدئيا لا، لهلا يعني العالم مبسوطين، التجار مبسوطين، الديزاينر حابين شو عم بيعملوا ويفرجوا. هي اهم شيء انه عم بيفتحوا بوابهم ومحلاتهم وبيوتهم للكل تيجوا يشوفوا شو بيعملوا. يعني يوم بيئه بلا سيارات، ثقافه، فن، ترفيه للاولاد حتى للعيال فيهم يشاركوا بهالنهار. نحن رح نرجع نسكر، فاذا اليوم بيفتح المعرض ابوابه من الساعه 11 قبل الظهر لغايه الساعه 9 المساء بالصيفي فيليج. في كثير باركنجات هونيك، ما رح نعتل هم صفه السياره. مزبوط. واليوم الطقس كثير حلو، ما في شتاء، بقى من هيك بتشجع الاهل ينزلوا مع اولادهم تيستفيدوا من هالنهار الحلو. يعني يومين قبل النهار الرسمي لفصل الربيع بلشنا بالربيع وبنستقبل الكل عنا. نتشكرك أنطوانيت بوجبراير مديرة شركة أتيتود، أهلا وسهلا فيك معنا بستوديو أخبار الصباح، وكل التوفيق بكل البروجيات اللي رح بتقوموا فيهم مستقبلا. ميرسي، ثانك يو. نحن رح نكفي حلقتنا مع حفل توقيع كتاب The Jade Necklace، وهو أول تجربة روائية لجاد الخوري. تفاصيل أكثر عن حفل التوقيع يلي تم بمجمع لومول دبي من تبعهم بهالتقرير، ومع هالتقرير بنختم حلقتنا. إذا بكرة حلقة جديدة بتمام الساعة 7:30، كونوا على الموعد. باي. من عالم الطب إلى عالم الكتابة، دخل جاد الخوري من أوسع الأبواب، فألف كتابه الأول وأكد أنه الشاب اللبناني طموح ومبدع وفنان. الثمرة الأولى من أعماله النثرية هي باللغة الإنجليزية وحملت عنوان The Jade Necklace. عنوان الكتاب هو The Jade Necklace، هو الجزء الأول من سلسلة Symphony of Dusk اللي هي حتكون سلسلة من إن شاء الله 3 أجزاء. بأحداث هذا الكتاب في بنت اسمها كلارا لبنانية، هالبنت صاير معها يعني شغلة كتير مأساوية بطفولتها وضيعت أهلها، وتم تبنيها من قبل عائلة لبنانية. بس هي القصة خيالية وبتدور أحداثها بلبنان. نحن تادروس بابليشينج، تأسسنا من سنتين، بنشتغل على أكثر شيء على اليونج أوثرز يلي مبلشين جديد أو يلي حابين ينعرفوا. هيدا الكتاب فانتسي، يعني قريب من هاري بوتر بس بيجمع مع رومانس، هيدا الشيء المميز فيه، والمميز إنه في أحداث بلبنان عم بدور فيه من الأبطال بلبنان، سو مشان هيك نكهة جديدة عم تعرف على حضارتنا بلبنان وعم تطلع لبرا لأنه لغة إنجليزية. لومول دبي تم توقيع الكتاب بحضور أصدقاء وأقارب الكاتب وممثلين وإعلاميين. مميز جدا أنه جاد ما هو جاي من باكراوند كتابي، جاد ما هو صحافي ولا كاتب، هو طبيب تخرج بالطب، ولأنه فعلا مندفع جدا ومحب بحب الكتابة. هلأ كان أول تجربة له بالكتابة، أول كتاب. أنا بعرف كتابات جاد من قبل لأنه أوريدي مصورة من كتاباته، وهلأ في كمان مشروع سيني سوا كمان من كتابة جاد، فبعرف نفسه بالكتابة، مشان هيك متحمسة كتير أنه أقرأ الكتاب، وعرفت أنه فيكشن ورومانس. بشجع أول شيء أنه الشباب يكتبوا باللغة الإنجليزية، كان يعني اون بلس انكتبوا كمان باللغة العربية لأنه هاي لغتنا مش لازم ننسيها، ولبرا ليقدر تنباع برا بالسوق البرا ويعرفوا أنه اللبنانية بيطلع منهم كل شيء. I think the best thing about the book is that it's truly romantic and it's very gripping. You will be caught up in the book from the first couple of pages without a doubt. And he's a great writing teacher as well. مضمون الكتاب هو من عالم الخيال والرومانسية، ولكنه يضيء على قضية اجتماعية
قدر الكاتب أنه يطرحها بأسلوب سلس ومبسط. شفنا كيف بلش يكتب مسرحيات وكنا نحن كمان عم نمثل فيهم، من مسرحية لتانية لتالتة لفيلم موفي عملناه بالجامعة لكتاب، فنحن هلأ كثير منفتخر فيه لجاد. لما فتحت فيد إن أول شيء ما كان في كثير عالم مهم يهتموا، بلشنا نشتغل على شغلة مهمة اللي هي الفن، يعني الفن كل شخص فيه يقدر يكتب أو يعمل اللي بده إياه، بس نحن منساعده يلاقي هيدا الـ creativity. أول شيء لأنه لفتني التايتل كثير حلو ومبينت interesting وأنا كثير بحب أقرأ هيك أشياء.